الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رحم الجميع على تشريفكم لنا بالحضور لهذا اليوم من أجل الاحتفاء جميعا باليوم الوطني للسلامة الطرفية. لا أطيل، سوف تكون هناك أربعة مداخلات، وأتمنى أن تكون هذه المداخلات وجيزة لتجاوز في توقيتها كما تم الاتفاق على 10 دقائق. والكلمة الأولى سوف تكون، والمداخلة الأولى تكون للدكتور عبد المغيث بارسي، وهو رئيس المجلس العلمي بمرشيد، في موضوع مهم جدا وهو الوقاية والتصدي لحوادث المرور أو السير وفق المنظور الإسلامي. وتفضل سعادة أو فضيلة الدكتور. مشكورا. التي أكرمنا بها وجعلها تحملنا وتحمل أثقالنا من مكان إلى آخر. هذا اللقاء يوم دراسة الوطني للسلامة الطرفية للمحكمة الابتدائية المرشيد، ورحبوا بجميع الحاضرين. الملك من محكمة مدينتها، السيد رئيس المجلس العلمي مدينة برشيد، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السيدات والسادة أعضاء المجتمع المدني، كذلك أعضاء المهنيين. بالنسبة للمداخلة ديالنا ترتكز على حوادث السير بالمغرب باليوم الوطني للسلامة الطرقية، والذي يصادف 18 فبراير من كل سنة. نظمت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد يوما دراسيا، واتخذ كشعار له السير في الطرق التزام مسؤولية. هذا اليوم الدراسي الذي حضره تلة من الفاعلين الذين لهم علاقة بمجال السير والجولان، سواء على مستوى الوقاية أو التصدي لحوادث السير، وخاصة من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم، وكذلك ممثلي المديرية العامة للأمن الوطني، وكذلك القيادة العليا للدرك الوطني والعناصر الوقاية المدنية والقوات المساعدة. وتم خلاله إلقاء مجموعة من المداخلات ذات طابع تحسيسي وقانوني. تفضل مجموعة من المتدخلين المشكورين على إلقائها، من جملتها هناك موضوع الوقاية والتصدي لحوادث السير لإلقاه فضيلة الأستاذ عبد المغيث صابر، وهو رئيس المجلس العلمي لبرشيد، وكذلك موضوعين مهمين يتعلق بالمجهودات المبذولة من القيادة العليا للدرك الملكي، والذي ألقاه السيد عبد المجيد قدميوي، وهو المساعد أول المكلف بكوكبة الدرجة شرق برشيد، وكذلك ممثل للمدير العام للأمن الوطني عمار بونير، وهو مكلف بالأمن بالسير بمنطقة بأمن برشيد. كذلك تشرفت بإلقاء مداخلة باسم الرئاسة أو باسم النيابة العامة في موضوع التصدي لحوادث السير، مجهودات مبذولة وإشكاليات مطروحة. فخير خافي عليكم على أن حوادث السير في بلادنا تشكل آفة خطيرة معضلة، إذ أن بلادنا تحتل المرتبة 6 عالميا والأولى عربيا في حوادث السير. فيوميا هناك مقتل 11 شخصا بمعدل تقريبا 4000 شخص سنويا، وتكلف ميزانية الدولة مبالغ مالية اقتصادية تقدر ب 11 مليار درهم، أي 2.5 من الناتج الداخلي الوطني. ورئاسة النيابة العامة في إطار تنزيلها للمخطط الوطني للسلامة الطرقية أو الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 في الشق المتعلق بالوقاية والزجر، فقد عملت على توجيه مجموعة من الدوريات
لفائدة أو الموجهة للسادة قضاة النيابة العامة تحتهم على السهر على التطبيق السليم لنصوص القانون المتعلقة بمدونة السير والصرامة في التطبيق. كذلك ننسى الدور المهم الذي يقوم به النظام التابع للمعالجة الإلكترونية للرادارات. فهذه المجهودات تحاول من خلالها العمل القضائي على الوقاية والتصدي لهذه الطائرة الخطيرة. هذا اليوم الدراسي كان لنا كذلك مناسبة للوقوف على مجموعة من الإشكاليات، سواء منها ذات الطابع القانوني التي تفرض على المشرع التدخل لمراجعة مدونة السير، وما هو طابع تقني التي تتعلق خاصة بالحالة الميكانيكية وحالة الطرق التي ينبغي دائما التدخل من أجل صيانتها حتى تكون الطريق آمنة وليست طرق الموت كما يسميها البعض. في حال أصبح لا قدر الله، وبالمناسبة فكل سائق لوسائل النقل العمومي وغيرها وكل مراقب